السلام عليكم. يصنف الوطن العربي ضمن البقاع الجغرافية الأكثر شهوداً لمعدلات الأمية في العالم، حيث ترتفع أعداد من تنقصهم مبادئ القراءة والكتابة في الدول العربية بشكل كبير. هذا خبر سيء ولا ريب، لكن ماذا عن الأسوأ وهو ارتفاع نسبة الأمية الثقافية بين المتعلمين العرب؟ ما مفهوم الأمية الثقافية وماذا عن مظاهرها؟ أي خطر يخيم على المجتمعات العربية في المستقبل من جراء هذه الظاهرة؟ هذه حلقة جديدة من برنامج حديث العرب، نسلط فيها الضوء على ظاهرة الأمية الثقافية التي تنتشر بين الشباب العربي من خريجي الجامعات في مختلف الاختصاصات. أهلا بكم. يشهد عالمنا اليوم انفتاحا شاملا يسمح بالاطلاع على ثقافات مختلفة ومتنوعة في ظل نظام العولمة، ولكن ثمة تخوفات من تضارب تلك الثقافات الجديدة التي تهدد المجتمعات العربية، ولا سيما فئة الشباب التي تتقد فيها جذوة الحماس والتطلع لمستقبل أفضل. العملية التعليمية في الدول العربية ركزت على تكوين منظومة معرفية قادرة على تغذية الحاجات الأساسية المطلوبة لنمو المجتمع وتسيير مرافق الدولة، مع إغفال الرسالة الثقافية التي تتركز على بناء شخصية وثقافة وهوية للفرد كمحور للإبداع الفكري والابتكار والإنتاج. إن انتشار الأمية الثقافية في المنطقة العربية بين أوساط حملات الشهادات التعليمية والجامعية قد تعود أسبابه إلى التحصيل الدراسي الرسمي وتجاهل بناء الثقافة المنفتحة والمتجددة بمواكبة التطور المعرفي والتقني الذي يشهده العالم بشكل عام. على هذا الأساس، فإن المؤسسات التعليمية والجامعية في العالم العربي الآن تواجه تحديات مختلفة تفرض عليها أن تغير من طبيعتها وأسلوب عملها التقليدي لمواجهة تحديات ثورة المعرفة والنظام الثقافي والسلوكي. لعل الأمية الثقافية باتت اليوم أهم الأخطار التي تواجه العالم العربي، فقد قفزت معضلتها مؤخراً على الساحة الفكرية والعملية والاقتصادية لتمتد في مساحات أكثر شراسة في العقل العربي المعاصر. فجولة سريعة في شبكات التواصل الاجتماعي والإعلام ستجد من خلالها ملايين الأصوات التي غاب أغلبها في حوارات وهمية وقضايا عامة عن مكنون الملفات والمشكلات الماسة التي تحتاج إلى التصدي لها وعلاجها في المنطقة العربية. الوعي الثقافي له الدور الكبير في تحديد المخاطر والعمل على تصحيح المسارات والبحث عن الطرق السليمة التي تعيد بناء ما هدم في العقود المنصرمة من تغير سلوك الشباب، ولعله يسهم في القضاء على أمية الشباب الثقافية. إذن الأمية الثقافية موضوع نضعه على طاولة الحوار مع ضيفينا الكريمين في الاستوديو، الأستاذ أحمد صوان الأكاديمي والباحث في أدب الأطفال، وعبر سكايب من طرابلس لبنان الدكتور أسامة ظافر كبارة رئيس المركز الإعلامي للتنمية البشرية ودراسات الشرق الأوسط. أهلا بكما ضيفي الكريمين. نبدأ بالأقربين. الظاهرة ربما تكون يعني حديثة على ألسنة المثقفين العرب الحديث عنها، قضية الأمية الثقافية. نريد أن نتحدث عن مفهومها، عن معناها، عندما نتحدث عن هذا حتى يفهم المشاهدون الكرام ماذا نعني بالأمية الثقافية. الأمية الثقافية تركيب من كلمتين، الأمية والثقافة، يعني شيء مرتبط بهاتين الكلمتين. فإذا عدنا إلى الأمية، معروفة لدى الجميع من لا يحسن القراءة ولا الكتابة، والثقافة الاطلاع العام الواسع على المعارف، وهي مكونة من يعني القيم والأخلاقيات والسلوك ومهارات متعددة يسعى المجتمع لإكسابها لأبنائه، هذه الثقافة. الآن عندنا الأمية الثقافية، وهذا تركيب يعني خطير في الأصل، ينبغي ألا يكون يعني المثقف بعيد عن الأمية، لكننا وجدنا مثقفا أميا، لذلك صار عندنا هذا المصطلح الأمية الثقافية. هو مثقفا أميا أم متعلما؟ نعم أميا ثقافيا، هو متعلم أمي من حيث الثقافة. حيث الثقافة
إذن الأمية الثقافية عندنا مواطن بلا أدوات، يعني كمن يذهب إلى المعركة بلا سلاح، عنده نقص في المهارات، عنده نقص كبير في الإعداد، لكنه درس وأخذ شهادة. طيب يعني لو وضحت بالمثال تعرف الأشياء، لو وضحت بالأمثلة ما هي المهارات والأدوات التي تنقصها، علما أن هناك من يقول بأن الأجيال الحديثة تتفوق على الأجيال القديمة بامتلاكها المهارات وتنوع هذه المهارات. نعم، يعني الآن الأمور لا تقاس فقط ببعض المظاهر، يعني شباب يعرفون استعمال وسائل التواصل الاجتماعية، هذا الاستعمال الظاهر لا يعني أنه مثقف. امتلاك الوسائل الحديثة لا تجعل الإنسان مثقفا. نريد كيف نصل إلى المعلومة وكيف نحاكمها، والمثقف الأمي لا يستطيع أن يفعل هذا. إذن هو قرأ ودرس واطلع في اختصاصه فقط. نعم في اختصاصه، لكنه لا يعرف أبعد من أنفه، يعني حتى في مهنته حتى في تخصصه لا يستطيع إلا أن يعرف الأمور المحددة بالضبط كالآلة، وهذا بعيد عن الإبداع ولا يصنع نجاحا. طيب دكتور أسامة، يعني ربما الحديث عن كما أسلفنا قبل قليل الأمية الثقافية ظاهرة ربما تكون حديثة الوجود في المجتمعات العربية، هل هذه الحداثة حداثة وجودها أورثت العرب فقرا في إدراكها ومعرفتها أو في إنضاج تعريف واضح المعالم ومحدد لظاهرة الأمية الثقافية؟ أولا تحية لك وللقناة وللضيف الكريم، ولكن الحقيقة يعني قبل أن أتحدث عن قضية حداثة وجود الأمية الثقافية، يعني نحن نعلم بأن الثقافة هي مجموعة القيم والعادات والتقاليد وأنماط العيش وطريقة اللبس والأكل والتوارث بين الأجيال، كل ذلك يمثل الثقافة بحد ذاته. والأمية الثقافية هي طبعا إذا بدنا ناخذ كلمة أمية لوحدها تعني عدم القراءة والكتابة، ولكن أنا باعتقادي أن هذه الكلمة حتى لو أخذنا المفهوم القرآني لألا، فالقرآن أعطى مفهوم الأمية هي الأمية الثقافية الحقيقة الموجودة في القرآن. من أجل ذلك نجد مثلا أن القرآن الكريم ميز بين العرب وبين بين النصارى واليهود، فالنصارى واليهود سماهم أهل كتاب يعني أهل معرفة، بينما العرب قبل الإسلام سموا بالأميين أي الذين لا يملكون كتاب وبالتالي لا يملكون سبيل المعرفة أو أخبار الأمم القديمة إلى ما هنالك. وبالتالي مفهوم الأمية الثقافية أنا باعتقادي هو مفهوم قرآني من حيث المدلول، يعني فهو ليس حديث الوجود وإنما هو موجود حقيقة منذ قبل الإسلام حتى في هذا الأمر. أما قضية الأمية الموجودة حاليا فالحقيقة يعني حتى هذا المفهوم أصبح هناك يعني المدلولات في البلاد العرب غير مدلولاته في بلاد الغرب. الأمية موجودة في بلادنا بمفهوم من لا يجيد القراءة والكتابة، ولكن إذا أخذنا اليابان مثلا فيعتبرون أن الأمي هو الذي لا يجيد استخدام الكمبيوتر، وبالتالي لاحظ المسافة الثقافية البعيدة بين المفهوم العربي وبين المفهوم الياباني أو المفهوم الغربي عموما. من أجل ذلك يعني أعتقد بأن الضحالة الموجودة في بلادنا لها أسباب ربما نتحدث عنها لاحقا إن شاء الله. فما بعرف يعني حقيقة ما دكتور يعني أشرت إلى نقاط مهمة دكتور أسامة، أشرت إلى نقاط مهمة أحييك عليها عندما قرنت موضوع معرفة ظاهرة الأمية ونسبتها إلى القرآن الكريم وقلت بأن العرب يفتقدون إلى الكتاب، يعني إشارة مهمة وطيبة. لكن حتى لا نخلط بين الأمية والأمية الثقافية، إلى أي مدى هناك إدراك عربي الآن لوجود هذه الظاهرة أو تفشي وانتشار هذه الظاهرة بين الشباب العربي الذي تخرج في الجامعات لكن تنقصه بعض المعارف بعض المدركات أو ينقصه الوعي الكافي، وثمة من يشير من يغمز من هذه من قناة في هذه القضية من قناة ما آلت إليه أوضاع الربيع العربي بأن هناك نقص في الوعي السياسي لدى الشباب العربي الذي فجر هذه الانتفاضة العربية، وبالتالي هذا النقص أورثنا ما آلت إليه الأمور الآن.
كيف تعلق على هذه القضية من حيث وجود يعني معرفة وإدراك لهذه الظاهرة؟ أنا أعتقد بأن مفهوم الأمية الثقافية مرتبط جذوراً بقضية الأمية، مفهوم الأمية وانتشار الأمية في العالم العربي. يعني إذا رجعنا إلى الإحصاءات الموجودة نجد أن حوالي 100 مليون عربي هم أميون بمعنى لا يعرفون القراءة والكتابة. أما في مفهوم الأمية الثقافية أو مستوى المعرفة الموجودة فالحقيقة فأحيل إلى ما نشرته منظمة الإسكوا سنة 2003 عندما قالت بأن نصيب القراءة عند الإنسان العربي يساوي حوالي 4 أو 5 صفحات في السنة. 4 أو 5 صفحات في السنة، يعني تصوروا إلى أي مدى يمكن أن يكتسب ثقافة هذا الإنسان إذا قرأ 4 أو 5 صفحات فقط في السنة. وبالتالي الأمية الثقافية هي حالة موجودة، وللأسف أن كثير من الناس لا يدركون حال الأمية الثقافية. يعني وحتى يعني آسف أن أقول أنه ربما يعني الحالة السياسية الموجودة في عالمنا العربي مسؤولة إلى حد كبير في ذلك، ذلك أن محاربة الأمية هذا مرتبط بالحديث العربي لم تصل إلى دكتور أسامة. هذا مرتبط بالحديث عن الأسباب الذي سنبحثه بعد قليل بعد الفاصل، لكن إذا ما بقينا الآن في الحديث عن مفهوم هذه الظاهرة وعن مظاهرها، وألتمس منك العودة إلى الاستوديو لأسأل الأستاذ أحمد، نريد أن نتحدث على عين الواقع، ما مظاهر هذه الأمية الثقافية إذا ما أردنا أن نجسدها عينا على مرأى العين؟ يعني الأمية الثقافية موجودة بيننا، يعني نحن رأينا من يدرس في يعني مثلا أنهى الثانوية واسأله في معلومات أساسية في دينه وفي لغته العربية كم ساعة درس في الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة، لا يستطيع أن يقيم جملة، لا يعرف أساسيات الدين، ما يعني ينبغي أن نعرفه بالضرورة، وهناك أشياء أيضا بعض المعلومات العامة التي ينبغي أن نعرفها اجتماعية تاريخية، هذه كلها مفقودة. الشاب يعني هو مضطر لسوق العمل أن يأخذ شهادة، طريقة أخذ الشهادة معذرة فيها أستاذ مشكلة. أحمد يعني وسائل الاتصال الجماهيري، نعم، الفضائيات، الإنترنت وفرت، نعم، منافذ هائلة لتحصيل المعلومات، نعم، والمعلومات الموسوعية أيضا، نعم، للشباب. يعني كيف تقول هذا؟ هنا من سيبحث عن المعلومة في ظل إعلام هازل يعني ماجن تافه في مجمله، يصرف الجيل عن قضاياه الكبرى. الشباب تسعى خلف يعني المعلومات الخفيفة اللطيفة وكثير منها لا قيمة له، مثلا كما احترامنا لكل فئات المجتمع، يعني من يتابع أخبار فنانة أو فنان بتصريح بسيط تجد له عشرات الآلاف من التعليقات، في حين لقاء رصين يهم الشباب ويطور من مداركهم لا ترى إلا أعداد قليلة ممن يتابع أو يعلق. فإذا لدينا أمية ثقافية، طبعا عندنا أمية تقنية وأمية بيئية وأمية سياسية واقتصادية، عندنا هذه. الآن ما يجمع هذا، نريد الآن نحن أن يكون عندنا حصيلة تؤهل هذا الشاب لسوق العمل وللحياة عموما. القضية ليست هو عنده قصور في مهنته في الاطلاع على ما يجد في المهنة، وعنده قصور في الثقافة التي نحن اجتماعنا هذا لهذا، عندنا قصور كبير طبعا له أسباب كثيرة هذا ما وصلنا إليه. طيب دكتور أسامة، ثمة من يحتاج بأن الموضوع الأمية الثقافية هناك نوع من التهويل والمبالغة في قضية أنه ظاهرة سلبية في المجتمعات العربية، ففي ظل وجود الإنترنت ووسائل الإعلام بضغطة زر يمكن أن تحصل على قدر كبير من المعلومات وبالتالي يعني تحصل على بغيتك وغايتك، هل ترى الأمر على هذا النحو؟ لا، أنا في الحقيقة أنا أعتقد أن هناك أمية ثقافية بشكل جيد، وأنا أستطيع أن أضرب المثل من خلال تجربتي كدكتور يشرف على رسائل الماجستير والدكتوراه في مجال الإعلام بالذات. يعني هناك كثير من الرسائل والأطاريح التي درست وأنماط استخدام الكمبيوتر ومنصات التواصل الاجتماعي إلى ما هنالك، وما هي الغايات أو ما هي الأهداف والفوائد والإشباعات التي تحققت من هذا الاستخدام. للأسف الشديد أقول بأن قضية اكتساب العلوم والمعرفة تأتي في الدرجة الرابعة أو الخامسة، يعني تأتي في الدرجة الأولى تمضية الوقت، الترفيه،
التسلية، اكتساب الأصدقاء، الاطمئنان على الأهل، يعني وخاصة بوجود كورونا حاليا، يعني أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي هي لمجرد التواصل كبديل، ولكن قضية اكتساب العلوم والمعارف تأتي في الدرجة الرابعة أو الخامسة، ونسبة الاكتساب هذه تدل على أن الأمية الثقافية موجودة حقيقة، ليس فقط يعني أنتم ذكرتم في مقدمة البرنامج شيء مهم جدا، وهو أن الأمية الثقافية ليست مرتبطة فقط في الأميين الذين لا يعرفون القراءة والكتابة، حتى نستطيع أن نقول أن على مستوى أساتذة الجامعة نفسهم أو الأساتذة أو الذين يعرفون القراءة والكتابة لا يتابعون ثقافتهم. نجد مثلا أستاذ الجامعة يتحول عمله إلى روتين ولا يتابع مجال تخصصه ولا يكتسب مزيد من المعارف في هذا الموضوع. نفس الأمر بالنسبة للأطباء، نفس الأمر بالنسبة للمحامين والقانونيين، وأنا يعني من خلال تجربتي الشخصية لاحظت ذلك تماما. يعني هناك مثلا أطباء لا يتابعون أحدث العمليات الجراحية التي تحصل، وإنما يلجؤون إلى الطريقة التقليدية التي تعلموها من حوالي 20 سنة أو 25 سنة. نفس الأمر فيما يتعلق بالقوانين، دائما هناك قوانين مستحدثة، ولكن للأسف كثير من المحامين لا يتابعون ذلك. وبالتالي الأمية الثقافية في كل قطاع من هذه القطاعات موجود. وحسنا قال الزميل العزيز أن هناك الأمية المتنوعة، الأمية الثقافية المتنوعة في مجال التخصص، في مجال الأمية البيئية، الأمية التقنية، الأمية التعليمية، الأمية المهنية، يعني كل هذه تمثل أمية، رغم أن الإنسان يملك تخصص ويملك تعليم ويملك قدرة أو يملك شهادات حقيقة، ولكن قضية تنمية المهارات وتنمية المعارف وتنمية المكتسبات المعرفية فهي قليلة جدا. هذا في الوقت الذي يجري الحديث فيه في العالم حول ما يسمى بمجتمع المعرفي، يعني كما قلت أنت بكبس الزر نستطيع أن نحصل على أي معلومة، ولكن إذا قارنا بين مستوى المعارف الموجودة في اللغة العربية مثلا ومستوى المعارف الموجودة في اللغات الأخرى نجد أن أضعف الحصيلة، أضعف المعارف حصيلة وككمية نوعية أو كمية عددية نجدها في المنافذ أو المنصات العربية. نعم. يعني لا تقارن. نعم. المعلومات العربية والمكتوبة باللغة العربية بالمعلومات الموجودة في اللغات الأجنبية، وبالتالي يدل. نعم. فعلا ذلك على أن النتاج الثقافي الموجود في مجتمعنا العربي ضعيف جدا ولا يقارن بغيره من المجتمعات المتقدمة. نعم، نقاط مهمة أشرت إليها أشكرك عليها، لكن قبل أن أذهب إلى الفاصل أستاذ أحمد، يعني هل يكفي أن نضغط على الزر حتى نحصل على المعلومات التي نريدها حتى نتجنب ظاهرة الأمية الثقافية، أم أن هذه المعلومات لها وظيفة في عقلنا بحيث أنها تنشئ وعيا، تنشئ إدراكا، ما تنشئ نظرة وفلسفة في الحياة حتى مستوى، يعني ماذا المعلومات، ما وظيفتها عند المتعلم؟ يعني فاقد الشيء لا يعطي في العموم، وإن كنت أنا أدعو إلى أن يعني نؤهله ليعطي. وجود المعلومة بكبسة زر لا تقدم كثيرا مع فاقد المنهج والرؤية والأدوات، ولا يعرف كيف يحكم، لا يعرف كيف ينتقي. يعني وجود المعلومات في الشابكة أمر حسن، كما أشار الدكتور أسامة هناك معلومات كثيرة باللغة العربية في الشابكة لكنها قليلة جدا أمام المعلومات الموجودة في لغات أخرى. مع ذلك نحن لا نحسن استثمار هذه المعلومات، وبعض الباحثين المتخصصين لا يستطيع أن يجد المعلومة وهي موجودة، يعني يحتاج إلى شيء من الخبرة. عندنا نحتاج إلى تأهيل، وهذا التأهيل مرتبط بإعادة هيكلة التعليم من أوله. لفت نظري قولك الشابكة، أصح من الشبكة، يعني الشابكة؟ يعني هو مصطلح الشابكة، مجمع اللغة العربية اقترح هذا. طيب. وعلى كل الشابكة أو الشبكة أفضل. نعم. من الإنترنت. طيب، هذا النقاط التي أشارها ضيفانا، وصلنا إلى الحديث عن الأسباب التي أدت إلى وجود ظاهرة الأمية الثقافية، نبحث هذه الأسباب بعد وقفة قصيرة. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات
لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن ظاهرة الأمية الثقافية التي تشهدها الدول العربية. دكتور أسامة، هل الزمان الذي نعيش فيه وطبيعة العصر ومنتجاته علاقة في عزوف الإنسان عن المعرفة أو عن التعمق في المعرفة وفي تكوين الثقافة الشخصية، أم أن المشكلة في البيئة العلمية العربية؟ أشكرك على هذا السؤال. حقيقة البعد الزمني له أهمية، وأنا شخصيا لدي قناعة خاصة بأن الأمة العربية تعيش بلا ذاكرة ثقافية، تعيش بلا ذاكرة ثقافية، وهذا يعود أساسا وأربطه مباشرة بالغزو المغولي لبلاد العرب وخاصة بغداد، لأن في هذه الحادثة المشؤومة أحرقت كل مكتبات بغداد، وثم سقطت الأندلس وأحرقت أو صدرت المكتبات العربية الثمينة التي لا تقدر بثمن، ومن وقتها واجه العالم العربي ما يسمى بعصر الانحطاط، عصر الانحطاط الذي لا زال موجودا حتى الآن. يعني هناك بذلت جهود من أجل نهضة الثقافة العربية ونهضة الشعوب العربية، ولكن أعتقد أن الموروث الثقافي ما زال مفقودا، وبالتالي فإن الأمية الثقافية موجودة إلى حد كبير، وخاصة أن الحضارة والتمدن والاكتشافات إلى ما هنالك انتقلت إلى الغرب وباللغة الأجنبية، وبالتالي فإن المعالم العربي والمجتمع العربي لم يستطع أن ينقل هذه العلوم إلى العالم العربي، وهذه مشكلة كبيرة، وخاصة تتعلق باللغة واللغة العلمية أساسا، لأنه في العالم العربي لا يوجد لغة علمية، لأنه لا يوجد اكتشافات أو اختراعات في العالم العربي، وبالتالي فهناك فارق كبير جدا. والعامل الزمني أنا أعتقد أنه له أهمية كبيرة جدا، فإذا تحدثنا عن البيئة الثقافية الحالية فهي نتاج للامتداد الزمني لما نسميه بالكارثة الثقافية التي حلت بالمجتمع العربي عموما منذ الغزو المغولي لبغداد. وبالتالي العالم العربي يحاول أن ينهض حاليا، ولكن ما زلنا في مرحلة محامية الأبجدية، يعني نحن لا زلنا كعالم عربي نعاني من الأمية الأبجدية، ولم نصل إلى مرحلة اكتساب ما نسمى بالثقافة الكاملة، هذا غير موجود عندنا، ما زلنا نعاني. هناك حوالي 100 مليون مواطن عربي لا يعرفون القراءة والكتابة، فالقضية قضية بيئة، وبالإضافة إلى ذلك أن العقلية السائدة حاليا هي عقلية، يعني آسف أن أقول بأنها هي عقلية بداوة، يعني فكرة قضية عصرنة الإنسان العربي حاليا ينقصها كثير من الأشياء التي تنقله من واقع إلى واقع، يعني عقليتنا لا زال يحكمها مفهوم البداوة وعقلية البداوة وعقلية الصحراء، يعني العصرنة أو الحداثة لا زالت غير موجودة في بلادنا. موضوع عصرنة الإنسان العربي ربما يثير يعني حديثا آخر مرتبط بجدلية العلاقة بين الأصالة والحداثة. هنا أنتقل إلى الاستوديو. أستاذ أحمد، هل استيقظت المجتمعات العربية فجأة على جيل يعزف عن حب المعرفة وتحصيل الثقافة، أم أن للأمر مقدمات وأسبابا أوصلت الشباب العربي إلى ما هو فيه الآن من أمية ثقافية؟ نعم، الأمر ليس وليد سنة أو سنتين، هذا عرف من عقود طويلة، وهذه العقود مرتبطة بالتيه. يعني أضرب مثالا، المثقف يشعر بتيه، كيف يتوجه المثقف؟ المثقف لا يعرف يتجه شمالا أو شرقا أو غربا، ما الأدوات التي يحتاج إليها؟ هناك تشتت عند المثقف، فمن باب أولى عند غيره. إذن نحن هذه القضية قضية قديمة من عصر النهضة، عندنا مشكلات كثيرة ما كنا نستطيع أن نتخلص منها إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم، عندنا شباب يحمل شهادة لكنه غير مؤهل، غير مؤهل لهذه المهنة، غير مؤهل لأن يكون معلما، يعني هو معه شهادة التأهيل
أنهى إجازة باللغة العربية أو بالفلسفة أو بالرياضيات، لكنه غير مؤهل إلا أن ينقل المعلومة. فهذا هذه الكارثة ليست وليدة سنة أو سنتين أو عقد أو عقدين، هذه قضية قديمة شجع عليها الحكام غير الوطنيين. يعني القضية في الظاهر نقول نريد أن نعلم، نريد أن نثقف، لكن وهم يعرفون الطرائق الصحيحة المؤدية لإيجاد مواطن صالح مثقف واع مؤهل، لكنهم يعني لا يريدون، هذا يهدد. لكن أستاذ أحمد، هذه القضية تعاني منها حتى المجتمعات المتقدمة مثل فرنسا وأمريكا. صحيح. فلماذا يعني التركيز دائما على الشباب العربي وعلى قضية أن الحكام غير وطنيين؟ يعني في أمريكا وفرنسا حكام وطنيون، ومع ذلك هناك ظاهرة أمية ثقافية. صحيح. يشتهكي منها. صحيح. المسؤولون والمعنيون في هذا الأمر في فرنسا وأمريكا حتى. كما أشار الدكتور أسامة، في أوروبا أمية مظاهرها وطريقة علاجها تختلف عن الأمية التي عندنا، عن الأمية الثقافية. نعم. عندهم ضعف في بعض المخرجات يعالجونها معالجة وطنية. لماذا؟ هذه كارثة، هذا يعني سببه خطأ في المناهج، خطأ في الطرائق فيعدلون. نحن ما عندنا هذه المراجعة وهذا التصحيح والوقوف على الخطأ، لأن القائمين على المؤسسات يعني لا يهمهم هذا الأمر في معظمهم. الشرفاء قليلون، الواعون قليلون. في أوروبا هناك أميون، وهناك أميون ثقافيون، ولهم برامج لحلها، والخطط تمشي على دقة متناهية. نحن استطعنا أن نفك الأمية الحقيقية قليلا إلى الثمانينيات، ثم تراجعنا. يعني والآن في عصر الثورات العربية يتهم، يعني القضية هي ليست في الشاب وليست في المعلومة، المشكلة في طريقة. نعم. إكساب المعلومة وفي القائمين على الأمر. هذا ما كنت أريد أن أبني عليه، عطفا. نعم. على ما قاله دكتور أسامة، عطفا على ما قاله ضيفنا في الاستديو. الشباب العربي الآن يتجه ليس منغلقا، إذا سألته عن شركة نتفليكس مثلا فهو يجيبك باستفاضة عن أحدث الأفلام والمخرجين، إذا سألته عن نادي أوروبي يسرد لك تاريخه والمباريات التي فاز فيها وخسر فيها، إذا رأيته حدثته عن ممثل أو مغنى أمريكي أو حتى عربي فلديه ثقافة واسعة في هذا الجانب. هنا نسأل عن القضية في البوصلة وليست في الشباب كما ذكر ضيفنا الأستاذ أحمد. من الذي صرف هؤلاء الشباب عن البوصلة الصحيحة ولفتهم إلى الاهتمام بهذه المسائل على حساب مسائل تيارات فكرية ثقافية معرفية حديثة؟ السؤال لمن أستاذ لك الكريم؟ لك دكتور، تفضل. السؤال لمن؟ لك دكتور أسامة، سألتك سؤال موجه لك في طرابلس. نعم، الحقيقة أن هذا الانصراف عند الشباب من ناحية واكتسابهم للمعلومات التي ذكرت بأنهم يستطيعون أن يذكروا أي مؤسسة أو أي شركة عالمية إلى ما هنالك، ولكن الحماس أو الاندفاع الموجود عند الشباب غير متوفر، وأنا أربطه حقيقة في قضية البطالة في العالم العربي. قضية البطالة، يعني أنتم تعلمون بأن هناك آلاف من الخريجين في العالم العربي، ولكن هؤلاء الخريجون لا يجدون لهم أي وظائف، وبالتالي فإنهم من تلقاء نفسهم يشعرون بأن ما الداعي لاكتساب الثقافة وما الداعي لاكتساب مزيد من التعليم طالما أن الحائط مسدود، وبالتالي فهنا الحافز النفسي والحافز الزادي غير موجود، وبالتالي الرغبة أو الانطلاق إلى اكتساب مزيد من المعارف هي تكون حقيقة معارف موجهة، معارف شبابية خلينا نقول، ولكنها ثقافة مسطحة. يعني نحن نعاني حاليا من التسطيح الثقافي، يعني الشباب يعرفون مثلا، قد تسألهم في أمور معينة يعرفونها، ولكن إذا حاولت أن تتعمق معهم في هذا الموضوع لا تجد هذا العمق المتوفر الموجود ولا مطلوب حقيقة. وهذا كما قلت بأن الأمل غير متوفر وغير موجود، ولعل ظاهرة يعني المهجرين وظاهرة الذين يذهبون عبر البحار ويرمون أنفسهم في المحيطات وفي البحار من أجل الوصول إلى البر الآخر، كل هذه يدل على حالة مأساة وعلى حالة يعني زهد في إمكانية وجود عمل أو وجود مكان لإنسان يدرس
وأمضى حوالي 20 سنة وهو يدرس وهو يتابع إلى ما هنالك. فالقضية قضية أولا قضية اقتصادية بالإضافة إلى القضية السياسية. يعني نحن نعلم في العالم العربي هناك أزمة كبيرة بين المثقف والسياسي. أنتم تعلمون تماما أن هناك نوع من التباعد الكبير بين المثقف والسياسي، والمثقف مقموع. بل ثمة من عندنا هناك نوع من التبعية الكبيرة من أو المثقف أنه مهجر. السياسي. وبالتالي لا نستطيع أن نتوقع أن يكون هذا الشاب أو الشباب عموما قادرون على أن يكتسبوا مزيد من المعارف وتكوين ثقافة منتجة وفاعلة في مجتمعاتهم. نعم. لأنهم يدركون تماما أن الأفق مسدود، وأنا باعتقادي هذا سبب كبير من الأسباب التي نعاني منها والتي أدت إلى ما نسميه بالأمية الثقافية. نعم. طيب أستاذ أحمد، قبل قليل تحدثت عن أن دول متقدمة مثل فرنسا وأمريكا تستدرك من خلال مناهجها، لم نلتفت إلى قضية التعليم المبكر، يعني وأنت تقف على ثغرة في هذا الجانب، باحث في أدب الأطفال، ألا ترى بأن هناك نقص كبير وخطير في التأليف والإنتاج المعرفي للأطفال لدفعهم إلى القراءة والتحصيل المعرفي وحب المعرفة والفضول العلمي من مرحلة باكرة؟ لا شك البناء يكون من المرحلة المبكرة من 2 و3. نعم. و4، يعني هي منظومة كاملة، البداية فيها من 2 و3، هذه البداية. عندنا مشكلة، نحن ماذا نعطي في مرحلة الروضة، ماذا نعطي في الطريقة هي التلقين، يعني بعضنا يتحمس ويريد أن يعطي معلومات كثيرة في الروضة حتى يقول انظروا أنا أعلم. القضية ليس في التلقين وحده، التلقين يعني وسيلة واحدة لكن ليست هي كل شيء. إذن نحن عندنا الطريقة، ماذا نريد أن نعطي من القيم العامة المجتمعية في هذه المرحلة، ثم في المرحلة الابتدائية، ثم في المتوسطة والثانية، يعني هي سلسلة. أين الخلل؟ القائمون على الأمر وموضوع، يعني هي القائمون. عندنا مثلا الفقر، بعضهم لا يلحق أولاده في هذه المرحلة وبعضهم لا يلحق أولاده في المرحلة الابتدائية، وهنا يعني التنافس. ولي الأمر الدولة سنت قانونا لكن من السهولة خرقه، يعني بالرشوة بسيطة للشرطي يترك ولده من دون مدرسة ابتدائية، يعني التسرب. إذا رسب يمكن أن يعود، يقول له لا يمكن أن تعود. إذا نحن عندنا يعني هو في قصور وعي. نحن نتحدث عن الطلاب الذين يلتزمون وهم الأكثر وهم القاعدة. نعم. التي يبنى عليها الحديث. هؤلاء الطلبة لا يجد أمامهم كتبا طبعاً. ولا يجد إنتاجا معرفيا يحثهم على البحث. صح. والقراءة. صح. المنهج قائم على التلقين، يعني احفظ هذه المعلومة وقدمها وانظر إلى الثمرة. ألم ترى في نهاية المدرسة في كثير من المدارس عندما يخرج الطالب من المدرسة يرمي كتابه أو يمزقه؟ هذه كارثة كبيرة جدا. الكتاب عدو وهو جزء من منظومة المجتمع، يعني لم يرمي الكتاب خطأ، رماه عن ثقافة ورأى أن الثقافة لا قيمة لها، ورأى أن الكتابة لم يكن يعني صاحبه الحميم. الخلل في طرائق التدريس. أجل في طرائق التدريس. طيب إذا ما استمرت ظاهرة الأمية الثقافية هذه واستفحلت في المجتمعات العربية، ماذا يترتب على ذلك في هذه المجتمعات من آثار وأخطار سلبية؟ هو ما نبحثه بعد فاصل أخير. أهلا بكم دكتور أسامة. هناك سؤال يطرحه كثير من الشباب
فحواه ما فائدة أن أكون مثقفا؟ ماذا فعلت الثقافة لآبائي وأجدادي الذين كانوا ينكبون على الكتب ويتبادلونها، وكان الكتاب يعني يلف حول 20 بيتا وعشرين رجل فيقرأه كل منهم حتى يحفظه عن ظهر قلب هكذا بين الكتب؟ ما فائدة أن أكون مثقفا؟ سؤال يعني ربما ينطوي على بعد فلسفي. يعني أذكر بما قلته سابقا حقيقة، يعني هو هناك نوع من الإحباط، ولا تنسى أن معدل التنمية في المجتمعات العربية معدل منخفض جدا، ثم جاءت الثورات العربية لتدمر العالم العربي حقيقة. يعني أين لبنان، أين العراق، أين سوريا، أين ليبيا، أين اليمن؟ يعني نحن في حالة دمار كامل، وبالتالي هذا يتبع قضية الثقافة ومدى الاهتمام بالثقافة. يعني أنت تقول الشباب أنه يقول لماذا أتثقف وماذا نفعت الثقافة لأجدادنا، والحقيقة أنا قلت أن هناك بعد زمني في هذا الموضوع، وهناك صيرورة زمنية لقضية الأمية الثقافية، وأنا قلت بأننا نعيش بلا ذاكرة ثقافية، وبالتالي هذا السؤال معذور فيه أن يقوله الشاب حقيقة. إذا بقي في العالم العربي، إذا كان مقيما في العالم العربي، ولكن أنا أريد أن أظلم الشباب العربي من ناحية أنهم يملكون العقول المبدعة والطموح الكبير، ولكن البيئة العربية لا تحتضن هذه العقول. من أجل ذلك إذا ذهب الشاب العربي أو الفتاة العربية إلى دول متقدمة أخرى نراهم مبدعين تماما ومجلين تماما في الطب وفي الهندسة وفي كثير من المجالات. طيب دكتور أسامة، أرجو أن تعذرني عن المقاطعة لأهمية ما ذكرت، أرجو أن تعذرني عن المقاطعة يعني لأهمية ما ذكرته. يعني هل الأمية أو المعرفة أو الثقافة قضية مرتبطة بترف المجتمع برقيه، وبالتالي يعني الثقافة تكون ناحية من الترف الزائد عند الشعوب، أم أنها قضية حاجية أساسية يحتاج إليها، وهل هذا مرتبط بالوضع الاقتصادي للبلدان العربية؟ ممكن أنا جاوب. ممكن أنا جاوب لك السؤال. نعم ممكن أنا لحوضح شغلي. يعني تفضل. أنت قلت هذه الكلمة وذكرتني بشيء مهم جدا. نعم الثقافة واكتساب الثقافة مرتبطة بحالة من خلينا نقول الرقي أو الازدهار أو المستوى المعيشي المعقول، يعني المقبول فما فوق. يعني حتى لو عدنا إلى كلمة سكول، هي كلمة نقول بأنها إنجليزية ولكن هي كلمة رومانية في الأساس، وسكول معناها وقت الفراغ. لماذا ارتبطت كلمة سكول كمدرسة بكلمة وقت الفراغ؟ هذا يعود لأن الأمراء والقادة والأثرياء والأغنياء والتجار الرومان عندما كانوا يجدون وقت فراغهم ينكبون إلى العلم ويكتسبون الثقافة والمعرفة. فإذا قضية سكول نعم هي مرتبطة بالفراغ، والفراغ عادة في المجتمعات المتقدمة يعتبر باب مهم جدا لاكتساب المعرفة والاكتساب الثقافي. أما إذا كان هناك فقر ومجاعة واقتتال وطائفية ومذهبية وتقسيم إلى ما هنالك، لا يمكن أن تتوفر ثقافة مبدعة وثقافة تستطيع أن تفيد المجتمع، إلا إذا كان الإنسان محظوظا وسافر إلى بلاد تستطيع أن تتبناه وأن يعيش في بيئة حاضنة لعقليته ولتفكيره ولإبداعه ولروحيته، روحية الشباب الموجودة فيها التي تريد أن تثبت ذاتها والتي تستطيع أن تعطي الكثير، وهذا غير متوفر في العالم العربي. لذلك كما نلاحظ بأن نحن نعيش هذه الأزمة الكبيرة التي نسميها الأمية الثقافية. أبقى مع السؤال أستاذ أحمد، أبقى مع السؤال نفسه، ألحظوا أن فيه معنى خطيرا هذا السؤال عندما يقول فريق كبير من شباب العرب في كل الدول العربية تقريبا، هذا السؤال حاضر في أذهان الشباب العربي، ماذا يفيد أن أكون مثقفا؟ هل يمكن أن نلحظ من وراء هذا السؤال أن ثمة تغيرا في المنظومة القيمية في المجتمعات العربية، بمعنى العزوف عن قيمة المعرفة والثقافة والتيارات الفكرية والسياسية الموجودة إلى ما هو أقل قيمة من ذاك؟ وماذا يعني هذا التغير؟ نعم، يعني إذا الإنسان لابد أن يملأ وقته، أن يطور نفسه بالمفيد، فإذا ما اشتغل بما يفيد تخصصه والمعرفة العامة
أن يكون يعني أن يطور نفسه وأن يطور من حوله، فهو سيملأ هذا الوقت وهذا الفكرة سيملأه بتوافه الأمور، وتوافه الأمور كثيرة، إضاعة الوقت، وهي سبيل إلى الإجرام، سبيل إلى الجريمة وإلى الموبقات الكثيرة. لذلك كثرة المنتديات الثقافية، تفعيل المكتبات، تفعيل المعارض، هذه مهمة جدا. للأسف هي معطلة، مكتبة المدارس معطلة، كان من بعض المدارس ما فيها مكتبة، يستأجر شخص قريب من الإدارة 150 عنوانا، يأتي بها إلى وزارة التربية، أقول لهم أنا عندي هذه العناوين فأريد أن توظفوني موظفة في أمينة مكتبة. تخيل، استعار استعارة عناوين ثم جلس. ولا أقول لمن افتعل، هناك المكتبات مغلقة أصلا، نحن كنا في المدارس متى دخلنا إلى، يعني في المجمل متى دخلنا إلى مكتبة؟ وكم مرة شوقنا الأستاذ إلى قصة بدأ بها وقال هيا تابعوا أنتم، يعني هذه ليست من عاداتنا، ما صارت أسلوبا يوميا وما صارت سلوكا نتبعه. لذلك يقينا إن لم نملأ بما يطور، نحن نريد أن يطور، أما المشكلة الآن الشاب تخرج في جامعة واستقر، والاستقرار هذا جهل، إن لم يكن عندنا نمو فنحن في جهل. هذا البقاء على ما درسنا بعض المذكرات وأخذنا شهادات ثم انتهى الأمر، أين الهوية؟ أين هوية المسلم؟ أين هويتنا؟ نحن بلا هوية. ما عاقبة ذلك؟ الآخرون سيتحكمون بنا، لأنني عندما أكون بلا هوية، فالآخرون يتحكمون. العاقبة أيضا المجتمع متخلف، يعني القضية كبيرة وخطيرة جدا. طيب دكتور أسامة، كيف تتخيل مجتمعا مثل المجتمعات العربية تكثر فيه الأمية الثقافية على مستوى المستقبل أتحدث، كيف تتخيل الأمر؟ يعني أنا أتخيل أن يكون هناك نوع من التمزق النفسي عند المواطن العربي، وخاصة في جيل المتعلمين، لأن الحقيقة أنا أعتقد أن من أهم العوامل التي تؤثر في وجود الأمية الثقافية هي قضية تحديد الهوية التي ذكرها أستاذنا الكريم. فنحن في العالم العربي نحن نعيش حالة صراع ثقافي، يعني ما هي الهوية أو ما هي الشخصية التي نريد، يعني لا نكذب على بعض، نحن نعتقد أن الثقافة العربية لا تستطيع أن تماشي الحداثة، وهذا خطأ طبعا من ناحية المبدأ، ولكن الشباب الطامع يعتبر بأن الثقافة الغربية هي الثقافة التي يمكن أن تدر عليه معيشة أو أن تعطيه معيشة راقية، وبالتالي نحن في حالة تنازع وصراع ثقافي، وهذا ما أشار إليه سامويل هانتينغتون في كتابه صراع الحضارات، وتحدث عن الحضارة الإسلامية وتحدث عن الشباب المسلم والشباب العربي حقيقة. فهذه هي إحدى المشاكل التي نعاني منها، وهي نتيجة مأساوية للواقع الذي نعيشه. كما قلت، يعني الثقافة أنا أعتبرها حالة متقدمة جدا بمعرفة الإنسان العربي، وللأسف الشديد لا الظروف السياسية ولا الظروف الاقتصادية ولا الظروف الاجتماعية كلها لا تساعد على تحقيق هذا المستوى من الثقافة التي يمكن أن تحقق إبداعا عند الإنسان العربي، كما قلت إذا بقي في مجتمعه العربي. أما إذا انتقل إلى مجتمع آخر تراه مبدعا، تراه مجتهدا، تراه طموحا، تراه محققا لذاته، يعني كل هذه الأمور موجودة. وأنا الحقيقة أريد أن أضرب مثال يعني في هذا المجال بالذات، يعني قرأت منذ عدة أيام خبر الحقيقة مفرح جدا، ويعني يفتخر الإنسان بهذا النموذج من الشباب العربي، أن هناك سيدة عربية من اليمن ولكن عمرها في الثلاثينيات وتعاني من التوحد، يعني تصور أنها تعاني من مرض التوحد، ومع ذلك انتخبت رئيسة لاتحاد المنظمات العالمية الخاصة بالإبداع وخاصة في مجال العلم والإبداع العلمي. تصور تعاني من توحد ووصلت إلى هذا المستوى، هل لو بقيت في العالم العربي هل يمكن أن تحقق ذاتها أو أن تصل إلى مرتبة موظفة لا أكثر ولا أقل؟
يعني سؤال كبير الحقيقة طيب أطرحه أمام وأنا مع هذا السؤال مع هذا السؤال دكتور أسامة أريد أن أختم معك وباختصار لو تجبني باختصار. يعني قبل قليل تحدثنا عن تغير في المنظومة القيمية في المجتمعات العربية، صار الحديث عن ماذا معي من أموال، ما أي منصب أشغله، بدلا من ماذا لدي من معارف وثقافة. تغير في منظومة القيمية هذه، ما الخطورة التي ينطوي عليها برأيك باختصار؟ يعني أنا بعتبر أن الخطورة خطورة كبيرة جدا، وآن الأوان أن ننظر إلى العلم بأنه قيمة بحد ذاتها. يعني أسلافنا القدامى كان شعارهم في العلم علم مجانا كما علمت مجانا، يعني كان العلم متاح للجميع، وكانت الثقافة منتشرة ومعروفة، فإذا ما قرنت بحضارة الغرب في تلك الفترة. يعني قضية مضحكة جدا أن نقارن أو نعقد مقارنة بين الثقافة العربية السائدة وبين ما كانت عليه أوروبا في تلك الأيام، ولكن نحن نعيش هلأ في المقلب الآخر من القضية. نحن نعيش في حالة كارثية للأسف، وعندما نتحدث عن أمية ثقافية فهي نتاج أو أنها هي نتيجة حتمية لواقع، كما قلت، واقع سياسي واقتصادي واجتماعي وبيئي ومن جميعه، هو أنتج عنه أن الشباب العربي انصرف لبناء ذاته أو انصرف إلى ما هو نفعي، بمعنى أنه يبحث عما يحقق له نفعا مباشرا. أما القضايا المؤجلة أو القضايا التي تحتاج إلى وقت كبير فقد صرف النظر عنها. طيب أستاذ أحمد، هل يمكننا الحديث عن آثار وتبعات وتداعيات ملموسة في واقعنا العربي من جراء هذه الظاهرة، ظاهرة الأمية الثقافية، أم أن الجرح بين قوسين ما زال ساخنا ولا نشعر بتداعيات هذه، يحتاج الأمر إلى بعض الوقت حتى نرى هذه الآثار؟ يعني المكتوب يظهر من عنوانه، يعني القضية لا تخفى على ذي عينين. يعني الأمر واضح، أمامك شباب معرض عن أن يطور أدواته، معرض أن ما عنده الدافعية. هذه كما قلنا هم مظلومون، هم ضحية بيئة وأمراض كثيرة. الحكومات كانت تمسك بقضية الثقافة، مؤخرا صارت بعض الدول العربية سمحت لمنظمات المجتمع المدني أن تسهم كما هي في أوروبا، كما قال الدكتور أسامة، قال التعليم مجاني. المنظمات، منظمات المجتمع والجمعيات هي مستعدة أن تعمل مجانا وأن تسهم في تثقيف المجتمع ورفع مستوى. مؤخرا الدول اقتنعت أن هذا لا يهددها، لأن للأسف يعني كان هذا مسألة أمن قومي، يعني التعليم وهو في تقصير أمن قومي كثير. أم أمن كرسي أمن كرسي. علينا أن نسعى إلى توطين الثقافة، أن تصبح كالطعام والشراب، أن تصبح حاجة يومية. يعني إن شاء الله نحن متفائلون، يعني كل منا يحرك ما يستطيع وأن يفعله، وهذا البرنامج هو يصب في الدعوة إلى دق ناقوس الخطر، وإلى أن نتداعى وأن نتجمع لنبدي ما نستطيع وأن نصلح وأن نقترح، ولعل الأيام القادمة إن شاء الله يعني نجد يعني فرجا قريبا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد. ختاما في هذه الحلقة مشاهدينا الفاضلين، أشكر ضيوفي الكرام الأستاذ أحمد صوان الأكاديمي والباحث في أدب الأطفال، وكان معنا عبر سكايب من طرابلس لبنان الدكتور أسامة ظافر كبارة رئيس المركز الإعلامي للتنمية البشرية ودراسات الشرق الأوسط. وأنتم مشاهدينا الفضلاء، شكرا الأكبر لكم على حسن المتابعة، في حراسة الله.